بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء عشاق علم الاناليتيكال كيمستري، بكمل معاكم كلامي عن الكواليتي كنترول ستاتستكس. وبفكركم كده، احنا كنا خدنا الفيديو اللي فات حاجة اسمها السيستماتيك ايرور، وكنا قلنا السيستماتيك ايرور ده بيبقى يا اما ابروبت يا اما جرادوال لوس بتاع الكنترول مين. وقلنا لو كان جرادوال بنسميه ترند، اما لو كان ابروبت بنسميه شيفت. وعرفنا ايه اسباب الترند وايه اسباب الايه الشيفت. طيب، وبعدين بعد كده قلت ان السيستماتيك ايرور ده ممكن يكون نتيجه انسترومنت، او ممكن يكون نتيجه الميثود، او ممكن يكون نتيجه البيرسونال. وعرفنا ازاي بقدر اتغلب على كل واحد. هبدا اتكلم عن النوع الثاني من الايرور اللي اسمه الراندوم ايرور. طيب، لو كان السيستماتيك ايرور ده خطا او تغير في الكنترول مين، هنا بقى في المين فاليو بتاع النتائج بتاعتي دي بقى بنسميها راندوم ايرور. اهو تكنيكالي الراندوم ايرور از اني ديفيشن من الاكسبكتد ريزلت، او من النتائج اللي انا متوقعها. بالنسبه للكوالتي كنترول ريزلت، اني بوزيتيف او نيجاتيف، خلاص احنا فهمنا اني بوزيتيف او نيجاتيف. بوزيتيف يعني النتائج زادت، نيجاتيف يعني القيمه قلت. ديفيجن اواي فروم ذا كالكوليتد مين، يبقى هنا تغير في الكالكوليتد ايه مين، نقول عليه راندوم ايه راندوم ايرور. انما هناك كان تغير في الكنترول مين، خلي بالكم من الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى السيستماتيك ايرور كان تغير في الكنترول مين، ولكن الراندوم ايرور تغير في الكالكوليتد ايه مين. برضو في اكسبتابل او اكسبكتد راندوم ايرور، اللي احنا يا جماعه بنعرفه بالستاندرد ديفيجن، اللي احنا قلنا ان هو بلس او ماينس اس، او بلس او ماينس 2s، او بلس او ماينس 3s، اللي هو يا اما بلس او ماينس 1 ستاندرد ديفيجن، او بلس او ماينس 2 ستاندرد ديفيجن، او بلس او ماينس 3 ستاندرد ايه ديفيجن. ده الاكسبكتد اهو. يبقى في اكسبتابل او اكسبكتد راندوم ايرور بنقول عليها كوانتيفايد باي ستاندرد ديفيجن، اللي احنا قلنا ان هو بلس اهو كوانتيفايد بالستاندرد ديفيجن، اللي هو قلت لكم بلس او ماينس 1s، او بلس او ماينس 2s، او بلس او ماينس 3s. ولكن في unacceptable او unexpected random error، اللي هو بيبقى اي داتا خرجت عن الاكسبكتد بوبوليشن، اللي هي اكتر اهو اوتسايد البلس 3s ايه ليميت. يا رب نكون فهمنا ايه الفرق ما بين الاكسبيرمنتال او السيستماتيك ايرور والراندوم ايرور. والاثنين دول كده يا جماعه اسمهم اكسبيرمنتال ايه ايرور. يبقى نعمل، لو حبينا نعمل مقارنه، الاكسبيرمنت قصدي السيستماتيك ايرور بيكون خطا او تغير في الكنترول مين. وقلنا يا لو كان تغير مفاجئ او كان تغير جرادوال. جرادوال يبقى اسمه ترند، مفاجئ يبقى اسمه شيفت. وعرفنا ايه اسباب ده وايه اسباب ده. طيب، اما هنا فهو تغير في الكالكيوليتد مين، وفي منه جزء اكسبتد وفي جزء ان اكسبتد. الاكسبتد ده اللي انا بعرفه بالستاندرد ديفيجن، اللي انا بقول ان هو بلس او 1 ستاندرد ديفيجن، او بلس او ماينس 2 ستاندرد ديفيجن، او بلس او ماينس 3 ستاندرد ايه ديفيجن. وفي الفيديو اللي فات وريتكم ازاي بنحسبهم. ولكن الان اكسبكتد لو كان اكتر بقى من الثلاثه ستاندرد ايه ديفيجن. الراندوم ايرور عاده بيكون ليه علاقه بالقياسات بالميجرمنت. ودايما اما بنيجي نتكلم عن الكواليتي كنترول ستاتستكس، فهي بتهتم بالراندوم ايرور اكتر من السيستماتيك ايرور. ليه؟ لان المفروض ان السيستماتيك ايرور دي انا بكتشفها مبكرا وبعالجها. لان السيستماتيك ايرور شود بي ديتكتد، المفروض ان اكتشفها مبكرا جدا اند اليمينيتد، يعني ما تبقاش موجوده. فابقى مركز في نوع واحد بس من الايرورز، اللي هي مين؟ اللي هي الراندوم ايرورز. طيب، هنبدا بقى نتكلم عن حاجه اسمها الانسرتينتي. الانسرتينتي عشان نفهمها هديكم مثال عليها دلوقتي، هو اللي هيفهمها لنا. في عندي حاجه اسمها الابسوليوت انسرتينتي. ايه الابسوليوت انسرتينتي دي؟ دي عاده يا جماعه ليها او ليها علاقه بالميجرمنت. هوريها لكم حالا. الستريت انسرتينتي اسوشيتد ويز ميجرمنت، يعني ايه؟ يعني هديكم مثال كده، هو المثال اللي تحت ده اللي هيفهمنا. انت مثلا عندك بايرت اهو، بقول لك احسب لي الريلاتيف انسرتينتي بتاع الاول، لا احسب لي الابسوليوت ايه انسرتينتي. الابسوليوت انسرتينتي اللي انا لسه بقول لكم عليها دي، اللي هي ايه يا جماعه؟ هو دلوقتي انا بقيس بايرت،
بقيس ببايوريت. البايوريت دي قرايتها 12.35، يعني هي القراية بتاعتها 12.35%. ممكن انا بقى الابسولوت انسرتينتي دي اكون انا غلط في ايه، في حوالي 2 من 100 ملي، اكون انا قريت غلط بلس او ماينس 2 من 100 ملي، اهي دي كده اسمها الابسولوت انسرتينتي. فهمنا كده؟ يبقى ده هي كده هي الابسولوت ايه، انسرتينتي. طيب هنشوف الكلام ده دلوقتي. يبقى الابسولوت انسرتينتي دي زي ما قلت لكم المثال هو اللي هيفهمها لنا، بيوضح لي الانسرتينتي يعني عدم السيرتن يعني عدم التاكد اللي مرتبطه بالقياسات بتاعتي انا. انا لما باجي اقرا، لو انا قريت 12.35 ملي، انا ممكن ابقى غلطان في 2 من 100 ملي فوق او 2 من 100 ملي تحت. هي دي معنى كلمه الابسولوت انسرتينتي. اما الريلاتيف انسرتينتي فبشوف الحجم بتاع الابسولوت انسرتينتي بالنسبه للحجم بتاع الميجرمنت كله. تعالوا نشوفها اهو، تعالوا نشوف. انا هنا بقول لك اهو، احسب لي الريلاتيف انسرتينتي اللي انا لسه بقول لك ان هو بيقارن الابسولوت انسرتينتي سايز بالسايز بتاع الميجرمنت. يعني انا بقول لك ان في بايوريت القرايه بتاعتها انا قريتها 12.35 من 100، الابسولوت انسرتينتي بتاعتها 2 من 100، فهم جاي الابسولوت على الميجرمنت، يعني 2 من 100 على 12.35 من 100 هتطلع 2 من 1000. اهدي كده اسمها ريلاتيف ايه، انسرتينتي. فهمنا كده؟ طيب يبقى برافو عليكم، فهمنا يعني ايه كلمه ابسولوت انسرتينتي، وفهمنا يعني ايه كلمه ريلاتيف انسرتينتي. بعد كده في حاجه اسمها البروباجيشن اوف انسرتينتي، يعني ايه بقيس بقى، يعني بشوف هل هي بتتكرر، البروباجيشن بتاع الانسرتينتي ده هل هي بيتكرر ولا لا. هي مجموعه من الحسابات عشان اشوف الانسرتينتي ذات ريزلت فروم مالتيبل ميجرمنت. شفتوا بكرر القرايات ايه بتاعتي. وبرده الانسرتينتي دي انا ممكن اعبر عنها بالستاندرد ديفيجن اوف مين، الستاندرد ديفيجن عن المين نفسه وعن الايه المتوسط نفسه. المهم ازاي تقدر تحسب دي، مهمه المساله دي مهمه، ازاي تقدر تحسب الريلاتيف انسرتينتي. خلاص بقول انها بتساوي الابسولوت انسرتينتي، انا قلتها لسه دلوقتي حالا بديكم مثال اهو، بقول لك لو انت عندك بايرت، البايرت سحاحه، السحاحه دي انت هتقرا 12.35 من 100، انت نفسك هتقراها بعينك 12.35 من 100 ملي، تعرف ان انت ممكن تكون غلطان في 2 من 100 ملي فوق او 2 من 100 ملي تحت. يبقى دي كده الابسولوت انسرتينتي. عايز تجيب الريلاتيف بقى، تقوم جاي قاسمها على الميجرمنت بتاعتك اللي هي 12.35 من 100، فالريلاتيف انسرتينتي كام؟ 2 من 1000. طيب عايز اجيب الريلاتيف انسرتينتي بيرسنت، سهله قوي، بتساوي الريلاتيف انسرتينتي في 100، يعني هاخد ال 2 من 1000 دي اضربها في 100 فتبقى 2 من 10 في الايه؟ في ال 100. كده يا جماعه خلصت المحاضره دي اللي كنا بنتكلم فيها عن الكواليتي كنترول ستاتستكس. بفكركم كده اتكلمنا فيها عن ايه؟ اتكلمنا فيها عن المين، اتكلمنا فيها عن الستاندرد ديفيجن، اتكلمنا فيها عن الريلاتيف ستاندرد ديفيجن او الكوفيشنت اوف فاريشن، اتكلمنا فيها عن الستاندرد ديفيجن اندكس، اتكلمنا فيها عن الكنترول تشارت، اتكلمنا فيها عن السيستماتيك ايرور وفهمنا يعني ايه كلمه سيستماتيك ايرور ترند وشيفت، اتكلمنا فيها عن الراندوم ايرور وعرفت ازاي افرق ما بين الاثنين، اتكلمنا فيها كمان عن الانسرتينتي وعرفنا ان في حاجه اسمها ابسولوت انسرتينتي وفي حاجه اسمها ريلاتيف انسرتينتي وفي حاجه اسمها البروباجيشن اوف انسرتينتي، وعرفنا كمان ان في حاجه اسمها البيرسنت انسرتينتي، وخدنا مساله بتوضح ايه هي الانسرتينتي. أشوفكم على خير في فيديوهات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.